في الفيديو ده هنحكي عن مذبحة القلعة، بس في ألمانيا بتاعت هتلر مش بتاعت محمد علي. تعالوا نحكي الحكاية. يحكى أن من 30 يونيو إلى 2 يوليو الحقبة دي أو الأيام دي سنة 1933 تسمى ب The Night of the Long Knives، أي ليلة السكاكين الطويلة. هي مفروض ليالي نايتس لأنه هما كذا يوم، لكن الحدث نفسه معروف ب The Night of the Long Knives. الليلة دي تم التخلص من حوالي من 400 ل 500، العدد مش متحدد، وفي أعداد تانية بتقول 220 وفي مصادر تانية بتقول 1000، يعني العدد مش واضح يعني، بس هناخد بال 400. في حوالي أكتر من 400 رجل مات أو قتل في ألمانيا. آخر حاجة اتكلمنا عن تمكن الحزب النازي. هتلر مستشار الحزب النازي تمكن من البرلمان، أعلنوا حالة طوارئ وبدأوا يغيروا في الدستور علشان يتمكنوا يكون في ديكتاتورية كاملة في ألمانيا. اللي هيحصل دلوقتي كالآتي. احنا حكينا انه كان هتلر قارش ملح روم شوية، كان في شيء من التهديد النفسي عند هتلر اتجاه روم، لان روم عنده عصابة الاس اي، هي عصابة ما هوش يعني مفروض ان هو تشكيل جيش يعني قوة عسكرية، لكن هي كانت اشبه بالعصابة في حرب الشوارع والبلطجة اللي هما كانوا فيها دي. الناس الشعب نفسه كان بيشتكي منهم، فهتلر كان متضرر شوية منهم. تاني حاجة، هتلر كان خايف من نفوذ روم وعلاقاته العسكرية، ان هو في اي وقت ممكن ينقلب او ينشق عنه. وفي طبعا تاريخيا كذا حدث حصل انه موضوع الانشقاق ده وارد جدا انه يحصل، زائد انه هتلر وجورينج كان في شيء من المنافسة مع روم. جورينج مسك فترة الاس اي، يعني هو في الحتة العسكرية، القيادة العسكرية للفرق دي، وهتلر كان بيقود الاس اس. الاس اس فرقة تعتبر منافس للاس اي يعني، بس على شكل يعني الطف او منظم اكتر من الاس اي. وبعد كده جورينج هيتعين وزير داخلية في بروسيا، فهيشتغل بالجستابو البوليس السري بتاعه. فالتلاتة على نفس الخط، فالتلاتة كانوا متهددين برضو من روم. فهنا بقى جورينج حط راسه في راس هتلر وبدأوا يسخنوا هتلر على روم. طبعا اي قائد او حاكم لما بيمسك بيبقى عايز ان هو يعلن بشكل نفس اللي حصل في فكرة مذبحة القلعة فعلا بتاعت محمد علي، اللي هو فكرة ايه السيطرة على السلطة، السلطة لهتلر فقط. فالواقع دي في ان انا ابتدي اتخلص من الناس اللي مهدداني او الناس اللي فيه منها قلق انشقاق او الناس اللي هتنقلب او فبيبتدي هنا زي فلترة كده للرجالة اللي حواليه او للاحزاب المعارضة ان هو بيتخلص منهم. فبدأ بروم. روم يعني انا مش بحب الحقيقة في التاريخين ان انا ادخل في التفاصيل دي، بس هو لبس في قضية شذوذ جنسي وبتتحكي بالطريقة دي يعني، حتى في الافلام الوثائقية وفي بعض المصادر ان هو كان شاذ جنسيا، وكان طبعا ده في منه قلق في ان هو يفسد شباب هتلر، هتلرز يوث، فكان يجب ان هم يتخلصوا منه. لكن طبعا بعض المصادر التانية بتحلل بتقولك لا، هو هتلر نفسه كان متضرر من روم من وقت يعني 1925، من وقت ما كان مسجون وكان عايز يتخلص منه باي طريقة. فلما صدق ان هو في The Night of the Long Knives دي كان في لستة كده طويلة قوي لهتلر من الناس اللي عايز يتخلص منهم، كان على رأس القائمة الإطاحة والتخلص من روم تماما. وفي مصادر تانية قالت لا، هو ما كانش عنده شذوذ، ولكن كان بيتخابر مع فرنسا وانجلترا على ألمانيا، وبما ان الحزب النازي مسك الحكم فكان في منه قلق. واللي ساهم في ان هو يدعم موضوع ان هو كان بيتخابر ده جورينج وهتلر طبعا، عشان هما كانوا مسخنين هتلر في المقام الاول. فيعني هو اخد كتير، في ناحية تلاقوا فيه شذوذ، وفي ناحية تانية تخابر، وفي ناحية تانية انقلاب وانشقاق، يعني هتروح في اي حتة رام كده كده كان لازم يتقتل. بس العشرة بتفرق يعني، مش فكرة اغتيال كده حد يتنش وهو ماشي فيش، لا 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 لا، في احترام يعني. الاول دخلوا هجموا عليه في اوتيل كان قاعد في وقت اجازة ورفعوه بالسلاح، بعدين اخدوه راحوا سجنينه في زنزانة تحت الارض. وبعدين الناس كانت فليكسبل، اللي هو ايه، احنا هنموتك موت ديمقراطي يعني، فاهم، اللي هو احنا هنخيرك. فدخل عليه اتنين ضباط من الاس اس وقالوا له بص يا سياده القائد، لان الراجل لازم ياخد برستيجو حتى هو بيموت، هو بيتعدم. فحطوا له مسدس فيه طلقتين، حطوا له كده على
خشبه كده جنبه في الزنزانه، قال له بص انت هتاخد المسدس ده وتقتل بيه نفسك، والله قتلت بيه نفسك خير وبركه وهنقول عليك منتحر وتاخد برستيج المنتحر. يعني ما حصلش وما سمعناش صوت الطلق بيضرب، هندخل للاسف للاسف مضطرين احنا نموتك. فشوف انت تحب تعمل ايه، اقعد مع نفسك فكر كده 10 دقايق وهنرجع لك، ما اتقتلتش هنقتلك، فانت مقتول مقتول يعني فاهم، فانجز وهنجي لك كمان 10 دقايق نشوف ايه اللي حصل. طبعا الراجل قائد عسكري ده، كبير الاس اي، ده كبير البلطجيه، محدش يبلطج عليه، ده احنا يعني حكينا ان هو عامل زي موسوليني كده قبضايه بلطجي اصلا، فمفيش حد ينفع يبلطج عليه، فثبت عليه نفسه جدا زي شاديه في نحن لا نزع الشوك، يعني مش انا اللي تعمل معايا كده يا كلاب. فقعد طبعا يزعق وثار جدا وبتاع، ال 10 دقايق فاتوا ما قتلش نفسه، فراحوا جايين راحوا مخلصين عليه، راجل وقع على الارض مات، 3 رصاصات في صدره ورصاصه في دماغه عشان يتاكدوا ان هو مش هيقوم لهم تاني خالص. تاني واحد نوهنا عنه هو جريجور شتراسر، اخو اوتو شتراسر. حكينا انه في مذكرات اوتو كتب ان كان في مناوشات برضو حاصله ما بين هتلر وجريجور، اللي هو يعني جريجور كان بيطلع برضو نفس تكملة مسرحيات محمد صبحي كده زي هاني رمزي، هو بيقوله الناس عمرها ما كانت مبسوطة، كان بيطلع له في الاجتماعات كده يخالفه يعني اي حاجة يقولها، خصوصا بقى في مفاهيم الاشتراكية. هتلر احنا حكينا انه يعني كان اشتراكي من بره بس من جوه لا، من جوه كريسبيا. مهم، فكل شوية راح جريجور يطلع يقوله بس الاشتراكية بتقول والاشتراكية بتقول، فخنقه يعني مش طايقه بقى. ولما هتلر اتسجن جريجور مسك رئاسة الحزب، وبرده بقى في شيء من النفوذ وفي علاقات ويعني الدنيا فيها سيطره شويه، وده هدد هتلر برده. وبعدين بقى ايه جريجور وقطه حبايبي في لقطه كده هم حسوا نفسهم لينين، يعني فاكرين لينين لما انشق المنشفك عن البولشيفيك واللقطه دي، فقالوا لك بس احنا هننشق عن الحزب النازي وهنعمل احنا الحزب بتاعنا، يعني كانوا مضايقين مستفزين هتلر اللي هو فهتهولي بعد عشان اتخنقت منه، واي حد يعصب هتلر بيتجاب على طول، فكان اللي بعد روما على طول جريجور، فكمتو ماما برضو. في حين ان اللي انشقوا عمل الحزب اكتر كان اوتو اللي هو عمل البلاك فرونت ده بتاعهم، لكن جريجور وقتها يا حبيبي هو انشق وبقى قال لك لا انا هعتزل السياسه، فرجع اشتغل شغلانته الاساسيه في الكيميائي او صيدلي حاجه كده، يعني كان بيشتغل في شركه كيماويات، فاعتزل السياسه تماما وقعد هو لوحده كده خلاص مفيش سياسه، وبدا يركز هو في شغله. ومع ذلك هتلر برضو كان حاطه في دماغه مش ناسيه، جابوه برضو واتحبس في زنزانه. وبعدين ده يعني وهو كان واقف مدي ظهره للزنزانه راحوا برضو ضباط الاس اس ضربوه رصاص في ظهره، ما ماتش بس فضل ينزف حوالي ساعه فمات من كتر النزيف. ثالث واحد هو جوستاف فونكا، فاكرين رئيس الوزراء اللي هو ايام الانقلاب بتاع الحزب النازي اللي هو قال لهم راح اروح اعمل حاجه واجي لكم ده وبعدين راح بلغ عنه، هو ده هتلر لسه فاكره اللي هو، والراجل اصلا خلاص يعني راجل لا في سلطه ولا بتاع، يعني بيلعب شطرنج على المعاش، يعني مش بيشكل اي حاجه لهتلر، بس زعل هتلر في وقت من الاوقات يتجاب برضو ويقتلوه. وفي مستشار سابق هو كمان اتقتل، هو ومراته برضو اتنشوا كده، ويعني بقى 400 من يوم 30 يونيو ل 2 يوليو عمالين الناس تتقتل وتتخطف وكده. ناس من احباء هتلر اللي عندهم ولاء رهيب يعني يجي يقول لي انت بتفتري على هتلر ما حصلتش الحادثه، عشان بنشوف تعليقات كده اللي هو عايزه اقول لكم انه هتلر نفسه طلع في خطاب وحكى واعترف ان هو قتل الناس دي، يعني مش اللي هو ناس بيحكوا انه ده لا 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 لا، وجوبلز نفسه حكى انه الحادث ده حصل، ذا نايت اوف ذا لونج نايف دي حق وحصلت حقيقي. بس طبعا جوبلز بيعرف يطلع من المازق، فهو عرف من المزنق ده ان هو يطلع ولقى مبرر، واصلا الشعب فرح قوي وصدق. الشعب كان اصلا متضايق من روم والاس اي، يعني احنا حكينا ان الاس اي دول كانوا بلطجيه وحرب شوارع، فالشعب كان متضرر جدا من وجودهم في الشارع، ففكره انه يقتلوا روم يعني حاجه ما خلتش الناس تتعاطف مع روم لان هم كانوا متضايقين من روم. فجي جوبلز قال لهم ايه انتوا عارفين روم للشعب، ها يعني، وده وخطاب هتلر كان على نفس الوتيره كده، انتوا عارفين روم ده بلطجي، ده انتوا بتشوفوا بيعمل فيكوا ايه في الشارع، ده كان عايز يعمل فينا كده متصورين،
كان عايز ينقلب علينا ويطيح بالحكومه ويطيح بالحزب النازي ويطيح بهتلر مستشار. احنا كان لازم نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. هم ناس بلطجيه وبيبلطجوا علينا وبيبلطجوا عليكم انتوا كشعب، وكانوا هيبلطجوا علينا احنا، فاحنا كان لازم نضحي بيهم قبل ما يضحوا بينا. احنا كنا بندافع عن نفسنا، ده دفاع مشروع وحق مشروع لينا علشان نقدر نأمن نفسنا من رام وعصابته. وانا عملت كده من اجل مين؟ من اجل دويتشلاند، مش من اجلنا، مش عشان الحزب النازي. احنا بنحمي المانيا وبنحمي الشعب الالماني. وظهر جواب مكتوب فيه نصا من هندنبرج انه برافو يا اولاد ان انتوا عملتوا كده وتخلصتوا من الرجالة دي ودول اعداء الوطن وكان لازم نتخلص منهم من بدري. بعد الحرب العالمية التانية اصلا اتقال انه هندنبرج لا شاف الجواب ولا كتبه ولا ليه اي علاقة، وكل دي كانت فبركة اصلا من الحزب النازي، وتقريبا جوبلز هو اللي فبرك الجواب ده، كل ده علشان يأيد الموقف ويأيد موقف الحزب النازي من هذه الجريمة البشعة. ومش بس كده، يعني مش بس غسيل المخ، طبعا اللي ورا ده جوبلز، جوبلز ده شخص فظيع ملوش حل. ده يوم 13 يوليو 1934 بيطلع قرار او تأييد باثر رجعي عن انه تطهير شرعي حاصل للحكومة، وان هم كان ليهم حق يعملوا كده علشان يحموا نفسهم من الرجال الشريرة دي اللي كانت عايزة تطيح بالحكومة وتوديهم في داهية. فده يعني حاجة شرعية وده تطهير كان لابد منه. وفي 2 اغسطس 1934 بيموت هندنبرج، وطبعا انتوا فاهمين اثر ده ايه؟ السلطة المطلقة للسيد ادولف هتلر كونه مستشار، الحرب هتقوم. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل ولايك لفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.